طيب يمكن احنا عدينا على المصطلح ده كتير واحنا شغالين اللي هي كلمه الاتريتر او الاتريترز الاتريترز هي فكره بسيطه جدا عباره عن طريقه بتقدر السي شارب او انت توفرها ان انت تتنقل بين عناصر الكوليكشن اللي عندك زي الاريز والليستس والديكشنري والباقي الداتا ستراكشرز اللي احنا اتكلمنا عليه من غير ما تعمل اكسبوزنج او انت تكشف الانترنال ستراكشر بتاع الكوليكشن اللي عندك اتريشن بالعربي يعني تكرار فاتريتورز هتبقى المكرر او المكرر اعتقد يعني اللي هو بيخليك تقدر تعمل عمليه التكرار او اللوبنج اللي بتحصل ديت فبيقولك بقى الاتريتورز بتستخدم في ايه بقى؟ سمبليفاينج الاتريشن عمليه التكرار ديت ان انت تعمل لوب او تتنقل داخل الكوليكشن اللي عندك هي بتقدر تبسط العمليه ديت بدل ان ستيت اوف مانوالي مانجنج ذا ستيت اوف ذا بدل ما انا بمانج الستيت بتاعت الاتيريشن ان انا افضل ايه محتفظ بالتراك بتاع الكرنت اندكس وعايز اروح للي بعده لا انت بتعملش كده في اللوب في الطبيعي انت بتقول له لوب فيروح اللوب يعد وخلاص لكن احنا شفنا في الاي انيومريتور والاي enumerable ان احنا بنروح نعمل الموف نيكست احنا بشكل مانوال وكان ده كان مثال مبسط يعني فبيقول لك لا يو كان يوز iterators عشان اوتوماتيكلي بشكل اوتوماتيك تهاندل عمليه التراكنج بتاعت الكرنت اندكس وتموف تو ذا نيكست وان في الكولكشن بيقول لك كمان انت ممكن تعمل كاستم iteration logic ان انت ممكن تديفاين كريتيريا معينه او خصائص معينه زي مثلا انت تروح تلوب على الارقام الفرديه بس او الزوجيه بس او تعمل اي فلتر انت عايزه زي ما هنشوف بعد كده في اللينك لما نوصل ايه للينك هنقول كلام برضه ايه له علاقه يعني بيقول لك ان هي كومباتبل مع الفور اتش زي ما كنا بنقول ايتريترز الاو كولكشنز تو بي يوزد وذ فور اتش لوب ايزلي بتقدر تستخدم الفور اتش لوب مع اي كولكشن بشكل بسيط جدا فبيخلي الكود بالتالي ايه مور ريدبل مقروء اكتر ومور كونسايس بس كل اللي محتاج تعرفه ان الاتريترز عباره عن طريقه بتقدر تكريت سيكونس عشان تقدر تتنقل داخل الكولكشن اللي عندك بطريقه سهله وافيشن الجمله الاخيره بيقول لك زي allow for complex iteration scenarios without أي complex code يعني انت ممكن تستخدم تكرار معقد بدون ما تكتب كود معقد للتكرار المعقد دوت بس موضوع بسيط يعني بس حبينا ايه نستخدم التيرم ساعات بتيجي في الانترفيو كويستشنز ومهم ان انت تكون عارف ايه المصطلحات الاساسيه ديت في عالم البرمجه بس نشوفكم في الفيديو القادم